طيب الله أوقاتكم أعزائي المشاهدين بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين. نستقبل اتصالاتكم وتعليقاتكم حول أبرز الأحداث على الساحة العراقية، كما نستقبل رسائلكم عبر خدمة الواتساب. فاصل ونعود إليكم. وطن ما عندي كهرباء، اعطيني وطن، اعطيني وطن محترم، جنسيتي صارت اسوأ ثاني جنسيه بالعالم، اعطيني وطن. كل شيء ما اريد منك، ولك اعطيني العراق، ولك العراق سيد العرب، العراق مخ العرب. هسه العراق صار جوار رجلين بصايت الله وصايت الجماعه اهل الخدمه الجهاديه. دول الخريجين هم تباعوا لهم، احنا عمرنا ما نريد بعد، انا عمري 53 نعلتنا مع الشريف بيهم، هذا ما يضربنا طرف ولا يقتلني، هون برجلي. اهلا بكم من جديد اعزائي المشاهدين، نبدا هذه الحلقه بما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي يوم امس، إطلاق نار على منزل في منطقة الطالبية في العاصمة بغداد بما يعرف بالدقة العشائرية. يقال بأنه هذا الشخص أو صاحب المنزل الذي تم إطلاق الرصاص عليه هو قاتل لأفراد عائلة كاملة، 6 أفراد، وجايين العشيرة دا يأخذون بالثار بإطلاق النار على منزله. طبعا سيارة الجيش أو القوات الأمنية عدت من يم مطلقي النار وكان شيئا لم يحدث. خلونا نشوف المقطع وبعدين نرجع لكم. نعم، شاهدنا هذا المقطع وشاهدنا إطلاق النار الكثيف على هذا المنزل، وشاهدنا كيف تمر الهمر للقوات الأمنية دون أن تغير أي شيء أو تحدث أي شيء. خلونا نتحدث في البداية، يمكن واحد يقول لك يعني أنه الناس أقربائهم أخوهم ابن عمهم 6 من أفراد عائلته العفو قتلوا على يد هذا الشخص صاحب هذا المنزل، ربما يعني يغلب العاطفة على الأمر في البداية. ولو كان هناك دولة وقانون وقصاص عادل ما حصل هذا الشيء. راح يقول لك يعني مثلا قلوبهم على ابن عمهم اللي انقتلوا على أفراد عائلته الله يرحمهم. نعم
غضب وعرف وتقاليد عشائرية بغياب القانون وبغياب الدولة. بس احنا طبعا البيت هو اكيد فارغ، بيت هذا المجرم القاتل، البيوت اللي بصفه الجوارين عندهم اطفال وعندهم نساء وعندهم كبار في السن، صار بحال هذا الشارع وسيارة القوات الأمنية تعدي من يمهم وما تسوي شيء. يعني هاي لو كانت هناك مثل ما قلنا، لو كان هناك دولة، لو كان هناك قانون بالفعل، ما حصل اللي حصل. الحالة ليست الأولى وليست الأخيرة، يعني احنا نشوف ليس فقط في العاصمة بغداد، يعني أغلب المحافظات الجنوبية والوسطى أي مشكلة تصير تطلع لك البي كي سيات والآر بي جي والأسلحة المتوسطة والثقيلة وتبلش المواجهات كأننا في معركة والدولة لا تحرك أي ساكن. هسه يقول لك وين أكو دولة أنت؟ وين دعت تحشي دولتي؟ إيش أنت تحشي عليها؟ ما موفرة لا كهرباء ولا مي. بالفعل هو هذا اللي وصلنا إلى هذه النقطة. أين الدولة؟ لو كان هناك دولة وحكومة وقانون ما صار اللي صار. اللي يعمل جريمة يقتص منه، لو كان هناك قضاء نزيه، لو كان هناك تحقيقات جنائية، لو كانت هناك شرطة حقيقية، لو كانت هناك قوات أمنية فاعلة على الأرض، ما حصل اللي حصل. هذا يعني مقطع. ويعني هذه الأيام الأخيرة يعني مواقع التواصل الاجتماعي يوميا يمكن فد 30-40 مقطع مثل هذه المقطع اللي شفناه، مثل هذا المقطع اللي شفناه، مقاطع كثيرة. كذلك البارحة شاهدنا على مواقع التواصل الاجتماعي بأن هناك واحد على أساس أنه كان بالعصائب في ميليشيا العصائب وبعدين يعني بدل عليهم أو صاير اختلاف على موضوع مادي وطلع من الجيم وقتلوه قدام الناس وانهزمه وكاميرات الشرطة تصور وبعدين هي تصور، كاميرات الشرطة هي تصور وتعطي للناس وتبثها على مواقع التواصل الاجتماعي. هذه المهمة الآن أصبحت أنه كاميرات منتشرة في العاصمة بغداد يتم قتل، تصفية، اغتيال، سرقة، نهب، اختطاف. الواجب الآن على القوات الأمنية هو فقط تصوير هذا المقطع من الكاميرات المراقبة ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي، هذه المهمة فقط. بعد هذا الأمر ما نشوف أي شيء، لا تم إلقاء القبض ولا تم التحقيق في الأمر، فقط تشكيل لجنة وتحقيق وبالأخير ما في نتيجة. معنا أبو زهراء من بغداد، تفضل أبو زهراء. أم زهراء من بغداد، تفضل يا أم زهراء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أحييك وأحيي هذا البرنامج العظيم وهاي الإذاعة العظيمة وعامليها. بالنسبة إلى هاي الحكومة، إحنا ما نقول هاي حكومة، إحنا حكومة مشيات وكلها إصابات وكلها هاي. لو أكو حكومة قوية ما كان استرجع أي واحد يقتل الثاني، مثل العشائر قامت تتنافس بيناتها، ومثل بالشوارع أكو قتل بغداد ومحافظات البصرة وكل مكان أكو قتل، كل مكان في بغداد، في أماكن بغداد أكو قتل يوميا، هاجين على العائلة. فهناك فوضى، هناك فوضى. أنا أقول يعني هذول الحكومة كل زين تعرف أنه هذه أكو فوضى وماكو قوة ترجعهم، ولا الجيش ولا كل الحشد هو ده يشتغل، حشد إيراني وهاي القوة إيرانية. حصر السلاح اللي يتكلم عليه رئيس الوزراء، حصر السلاح بيد الدولة، ماكو هذا. لا تخلينا نحكي حكاية كبيرة، ترى هذا فاجس وين يعرف يحكي؟ شنو بحصر الدولة؟ هو خلي نظم الدولة أول مرة، خلي نظم الأمن في الدولة، يلا يحصر. شحصر كلهم مشيلات. هو مو عنده عصابة المالكي، مو عنده عصابة الجعفري، مو عنده عصابة. هو كل الحكومة الناس تحكم بالبلد إذا كل واحد عنده عصابة مختلفة
خاصة به وتقتل اللي تريده. فهي بلد فوضى. فالمتظاهرين أنا أقول اللي يتعبون نفسهم بالشمس وخلص الله عليهم ورايتهم بيضة وإن شاء الله يتوفقون. أنا أقول يجتمعون الشمال ويا الجنوب ويا الوسط وينجون على هالفاسدين من المالكي إلى العبادي إلى الجعفري كلها بالخضراء ويخلصونا من هالزمرة اللي كتلت هذا البلد كله لأن الناس دي كتلوهم. فالمفروض يهجمون على المنطقة الخضراء بالسلاح، المفروض مساندة السلاح وياهم حتى يقضون على هالفوضى الموجودة لأنه ماكو حكومة مستحيل. وهذا العباد هو خلص دوره على شنو يومية تصريحاته ورايح وجاي هيك نصرح هيك نسوي وهالقد انطينا للبصرة وهالقد انطينا إلى بغداد وهالقد انطينا للمحافظات وهالقد راح نسوي وهيك راح نسوي وكله كذب. هو يريد كل الحكومات اللي اجت من 2003 إلى هسه هي جاية لغاية واحدة فقط هو انتهاك العراق وانتهاك شرفهم وحريتهم وتدمير العراق لأن هاي المؤامرة جات من إيران وأمريكا وإسرائيل. وهاي إذا ما نقضي على إيران وأمريكا ونقضي على الزمر الموجودة اللي دزتها إيران ها فإحنا هذا البلد راح يبقى في فوضى وراح يبقى في دمار مستمر. وأنا أشكرك. شكرا أم زهراء من بغداد كانت معنا. نقرأ رسالة واتساب يقول السلام عليكم ما أدري شغل غابات. يقول الله يلعن حكومة العصابات اللي خلت السلاح بالشارع. نعم البارحة كذلك حادثة مؤسفة. موظف في المنطقة الخضراء كان يسوق بسيارته بعدين عدى من يما رتل السفارة الإسبانية ودهس هذا الموظف العراقي داخل المنطقة الخضراء المحصنة التابعة إلى الحكومة. دهسوا الولد طبعا البارحة يلا أصدرت وزارة الخارجية بيان حول هذا الموضوع. الموضوع صار له تقريبا يمكن 4 أو 5 أيام يعني كان هناك عليه تكتم إعلامي. طبعا الولد الموظف اسمه عمر خالد وتوفى الله يرحمه بسبب كسور بالغة تعرض لها. رتل السفارة الإسبانية يخرج من السفارة ويدهس موظف داخل المنطقة الخضراء ويموت هذا الموظف العراقي المسكين. ما أدري وين الحكومة وين وزارة الخارجية عن هذا الموضوع. نعم معنا اتصال مصطفى السيد من بغداد. تفضل مصطفى. السلام عليكم. من مصر العفو تفضل. إن شاء الله ماكو فرق بغداد القاهرة. أهلا مصطفى. نحن أولا نترحم على أرواح السهداء الرحمة والعزة والشرف للشهداء ولكل شهداء العراق الأبطال وندعو الله عز وجل بالشفاء لإخواتنا الجرحى والإفراج لإخواتنا الأسرى. أما يا سيدي بالنسبة لعصابة الاحتلال هتنتظر منها إيه؟ هتنتظر منها إيه غير الفوضى؟ هتنتظر منهم إيه غير قتل الأبرياء وزرع الفتن بيننا وبين أهالينا جميعا بجميع ديانات أهالينا وبنحبهم وعارفين إن هم العصابة اللي زرعت الفتنة في وسطنا عصابة المجرمة عصابة الاحتلال الأمريكي. حضرتك العراق بدون حكومة بدون برلمان بدون تشريع بدون قوانين غابة وأقسم لك بالله العظيم الغابة أشرف وأكرم. الغابة حتى ما قتلتش الأبرياء ما دفنتش الأطفال أحياء والنساء والشيوخ وأبناء الوطن كلهم بدم بارد. فيا سيدي دي عصابة جا منها رجع ولا فايدة وغير معترف بيها دوليا وشعبيا. وبالنسبة للمجرم حيدر المحقل عقليا المجنون التافه الطايع الساقط المجرم هو والطرطور مسلول النطع ابن النطع المجرم الخاين اللي مش عارف هم مش عارفين هم فين اصلا. فهو المستعمر حضرتك لعب على الغباء شكل الاشكال الواطيه دي وهم مش عارفين استخدمهم كاداه للقتل وللتكفير والنهب الثروات. هو ده وضعهم. فدي عصابه حضرتك ندعو اخواتنا واهالينا في كردستان العراق لازم تخرج مع الثوره ولازم يتعاونوا مع الثوره لان الكل هيضيع الكل هيموت لو ما اتحدناش النهارده وشفنا حل. اقسم لك بالله العظيم ما هيفضل بشر دول لا ينتموا الدين ولا المذهب ولا يؤمن بالله كمان لان اليوم من بالله ما يقتلش الابرياء وما يعيش تحت وطئه الاحتلال والجيش العراقي عيب منه
وعيب انه بيحمل اسم الجيش العراقي ويدي التحيه للمستعمر. والله بتهنونا، والله بتهنونا وسببتوا لنا العار والمعاناه. انت جيش للشعب ولا جيش للمستعمر؟ انحاز لشعبك، الشعب اللي هيفضل عصابه الى زوال، العصابه الى زوال مهما طال الزمن. الشعب العراقي خد قراره، انحازوا الى الشعب. مين الافضل، الشعب ولا العصابه؟ ميزوا، فكروا كويس. هايجر ده مجرم، وكل دول قتلوا ملايين البشر بدون وجه حق. وندعو محكمه الجنايات الدوليه الى فتح ابوابها حتى لا ندعو لقتلهم، بل ندعو لمحاكمتهم محاكمه عادله حتى يكونوا عبره لكل مجرم ولكل ساقط ولكل خاين للوطن ما يفعلش هذا الوطن. يا سيدي نعدي فيها رجعه، يا سيدي كون او لا تكون، ندعو اهالينا واخواتنا بجمع المعلومات عن القواعد الامريكيه في الاراضي ومين بيتعاون معاهم ومين بيغبط وسط الناس ويركض المجرمين وبيقبض لتحرير الوطن. يا سيدي لازم نتعاونوا، ما فيش حل، كون او لا تكون، كون عزيز في وطنك او هتموت. وعاش الشعب العراقي البطل اللي رفع راسنا فوق في العالي، وشكرا لحضرتك. مصطفى السيد من مصر كان معنا. خلونا نقرا تعليقات حول مقطع هذا الفيديو، مقطع اطلاق النار على هذا المنزل، منزل القاتل كما تم تداوله. يقول احلى شيء من يفوت الجيش سيف. القيس يقول احلى شيء من يفوت الجيش بنصهم وعبالك عادي ولا يمهم. رساله او تعليق من محمد علي يقول ليش ما يروحون للخضراء وينعلون والديهم كما يقول. طبعا رسالة من هدير حسين يقول ليش، ويقول لك ليش ما ترجع للعراق، يقول لك ليش ما ترجع للعراق. هذه تعليقات، طبعا تعليقات ساخرة وتعليقات من داخل وخارج العراق على هذا المقطع. رسالة من الأوسي يقول أحلى شيء الحمر الجيش تتفرج. تعليق آخر يقول خربانة كلش. تعليق آخر يقول لك ليش ما ترجع للعراق، من قصي الأنباري. تعليق آخر من لؤي يقول الحرس يفوت عبالك ما شايف شيء ويقول لك أكو أمان بالعراق والكعبة خربانة كما يقول. محمد يقول لازم كل قاتل يعدمونه، هذا القرار لازم يطبقونه، نناشد الحكومة بتطبيق هذا القرار بحق كل قاتل ارتكب جريمة قتل. محمد النعيمي يقول همج ورعاع تريدون عود تتحسن الخدمات كما يقول هو، علي من انتو تشوبة زايدة عليكم كما يقول، يعني رقصة تشوبي. بعدين الهمرات المن دافعين بيهن هالفلوس إذا هيش حوادث وما تتدخل. معنا اتصال أبو ناصر من تركيا، تفضل أبو ناصر. السلام عليكم أستاذ عمر. وعليكم السلام ورحمة الله. حيا لحضرتك وقناة الرابعة. حياك الله يا أهلا بك أستاذ عمر. يعني حقيقة العراق صار مهزلة، يعني شنو هاي الوضعية اللي تصير؟ وين الحكومة وين القانون؟ ومثل ما تفضلت حضرتك، لو صحيح أكو حكومة وأكو دولة وأكو قانون يحاكم المجرم والمتهم، ما صار اللي دا يصير. يعني يقولون بأنهم حكومة وهم ما باستطاعتهم حتى يسيطرون على عشيرة واحدة، وبعدين وين قرار حصر السلاح بيد الدولة؟ ليش يعني بس يريد يفتهم ليش صار القوي يأكل الضعيف؟ أستاذ عمر يعني أكثر من هذا صار. يعني أنا اللي كنت حاضر عليه وشفته وسمعت بإذني وشفت بعيني، يعني بعض الأشخاص يطلب من بنية تتصل برقم محدد ومن يرد عليها الشاف تحب العشيرة كلها، ويتلفون قسم منهم بمداهمة دار هذا الشخص. نعم. ويطالبوه بما يسمى بقعدة عشائرية ويطلبون منه فصل 200 أو أبو ناصر. بس حتى نوضح الأمور، هذا الشخص يعني صاحب المنزل قاتل، يعني تم تأكيده عبر وسائل الإعلام انه قتل عائله متكونه من 6 افراد، وعائله المقتول هي من عشيره بني مالك. تمام، يعني عائله مقتوله مظلومه، هذا الامر يعني لا خلاف عليه. احنا تحدثنا لو كان هناك حكومه وقانون وتم القصاص من هذا القاتل ما كان صار هذا الامر. ولو كان دائما ما يطلع علينا وزير رئيس الوزراء حيدر العبادي ويتحدث عن حصر السلاح بيد الدولة ولا وجود للسلاح وغير مسموح به، ما شان صار هذا. يعني أنت شوف هذا كم الإطلاق من النار بوسط شارع سكني مأهول بالسكان، يعني شقد روع الناس، احتمال هناك إصابات بعد ما نعرف، هناك أطفال جوارين بالمنطقة، وفوقها أبو الهمر يفوت
ما يقدر يسوي أي شيء، بالفعل ما يقدر يسوي أي شيء، ما يقدر يتدخل، لأن يعني إذا تدخل احتمال ينقتل. طبعاً أكيد أستاذ عمر أنا وياك، هذا إنسان مجرم وقاتل، لكن أكو قانون، القانون هو اللي حاسبه، القانون هو اللي يأخذ الحق من عنده، مو تطلع أسيرة أكملها وشايلين كل هالأسلحة هاي يعني هو بالتأكيد مثل ما تفضلت حضرتك هو ما موجود بالبيت أساساً، زين ذنب هذول الجيران والأطفال والنساء الموجودين شنو ذنبهم هذول؟ وين هي الدولة إذا سيارة مال شرطة أو سيارة مال جيش تفوت بنصهم وما تحرك ساكن وبالأساس يخافون حتى يحسنوا ياهم أو يمنعوهم؟ يعني فد مهزلة صارت بالعراق ما صايرة بكل دول العالم، عشيرة تملك هالأسلحة هاي وين هاي بياوة في صارت أدنى بالعراق ويعيبون على نظام صدام حسين، منو كان يقدر يتصرف هالتصرف هذا بذاك الوقت؟ منو كان يقدر يطلع سلاح ويرمي بالشارع وأمام القوات الأمنية؟ وينها هي الدولة؟ وين حصر السلاح بيد الدولة؟ وين قرارات العبادي؟ يعني فشيء يعني عجيب أستاذ عمر، لكن احنا نقول يبقى أملنا بهاي التظاهرات، يعني هاي الزمرة اللي الفازة اللي سلطت على رقاب الشعب، والشعب يعرف بين هم زمرة فازة ومجرمة وعميلة وصبر عليهم، وبصراحة يعني بعض الناس فرح بيهم خصوصا هم طرحوا شعار نصرة المظلومين ونصرة المذهب، وتبين للناس ب 15 سنة من حكمهم لا نصروا مظلوم ولا نصروا مذهب، بل بالعكس استغلوا المذهب لاستمالة هاي الناس البسطاء، وبعد كل هذا الصبر والانتظار طلع الشعب ونفذ كلام الصحابي الجليل أبو ذر الغفاري من قال عجبت لشخص لا يجد الخوت في بيته كيف لا يخرج شهرا سيفا. وهاي المظاهرات عرتهم أمام كل العالم، واللي ثار عليهم هم الأخوان الشيعة نفسهم بعد ما كانوا يصدروهم بتوجيهات من المرجعية واللي يسمون نفسهم سياسيين وبرلمانيين اللي سرقوا كل خيرات البلد. هاي المظاهرات إن شاء الله هي اللي تزيحهم. أبو ناصر أريد يعني أسمع رأيك وصوتك حول الموضوع. دهس موظف في المنطقة الخضراء برتل السفارة الإسبانية، طبعا السفارة الإسبانية يعني شلون ما نقول بالعراق غلست ولا تحدثت عن هذا الموضوع ابدا، يعني ما شاء الله ياهل يجي يكفخ بالعراقيين. السفاره الاسبانيه يطلع الرتل من السفاره يدهس موظف دا يسوق بسيارته داخل المنطقه الخضراء، يعني مو مثلا شارع خط سريع يجوز تتوهم به مثلا سياره مفخخه مثلا او مثلا يريد يضربهم داخل المنطقه الخضراء المحصنه، موظف داخل المنطقه الخضراء تدهس سيارات السفاره الاسبانيه. شنو رايكم؟ شوف وين وصلنا احنا استاذ عمر. خلد تصير هاي الحادثه مثل هالحادثه هاي، خلد تصير باي دوله من دول العالم وشوف شلون الدوله راح تهب هبه وحده وتطالب بمعاقبه هذا الشخص اللي دهس الشخص هذا، لكن هم نعطيهم حصانه يخطلون بالعراقي ويخطفون بالعراقي ويدمرون العراقي وكل شيء يسوون، مو نعطوا حصانه للجندي الامريكي يقتل براحته؟ يعني ماكو دوله عندنا يا استاذ عمر، خلد تصير باي دوله من دول العالم اللي يشوف شلون امريكي هو مجرد مواطن امريكي، اذا صار شيء باي دوله من دول العالم امريكا توقف على رجلها كلها وتطالب فيه، لكن بس عندنا بالعراق مع الاسف نقول بس بالعراق الزمره اللي مسلطه على رقابنا هي اللي دمرتنا وهي اللي ذلت العراق وهي اللي باعت العراق وخلت اليسوى والميسوى يتحكم بالعراق، مع الاسف والله العظيم عليهم هذا اللي وصلوا لنا اياه وهذا اللي شفناه من عندهم خلال هاي ال 15 سنه. ياهو اللي يجي يكفخ فينا من اي دول، اي دوله حتى اذا يجي اسرائيلي هسه يكفخ بينا هم يسكتون وما يحاسبون ولا يحسون وياه، لان هم بالاساس عملاء، ولو ما عملاء كان دافعوا عن العراقي باي مكان موجود بدول العالم، لكنهم هم بلدهم وبنفس ارض العراق ما يقدرون يدافعون عن عراقي ضد اي واحد يعتدي عليه او يهين كرامته، لكن ايامهم ان شاء الله قربت استاذ عمر وما باقي لهم ان شاء الله هوايه والله كريم. شكرا أبو ناصر من تركيا كان معنا. مستمرون معكم أعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقة، نأخذ هذا الفاصل ونعود إليكم.
اهلا بكم من جديد اعزائي المشاهدين. نقرا رسائل واتساب حول موضوع المقطع. يقول اخي هذه حكومه، هذه مو حكومه كما يقول، هؤلاء مجرمين وقتله وكذابين ودجالين كما هو يقول، ما عندهم غير على بلدهم وشعبها وينطبق عليهم كلمه الديوث كما يقول. ابو فيصل من تركيا، اخي عمر ماكو حكومه، اكو عصابات وسراق، نطلب من المظاهرات ان تستمر او المتظاهرين ان يستمروا، وشكرا لقناه الرافدين. رساله يقول السلام عليكم، قناتكم الكريمه مقطوع الصوت فيها. اخي الكريم، يعني المشكله انه انت ما راح تسمع صوتنا هسه، بس احنا بعد شويه راح نطلع برومو يوضح كيف انه تستطيع اعاده القناه، تحذف القناه اذا كان ما بها صوت، تحذف القناه وبعدين تسوي اعاده بحث على التردد 123.80 افقي. رساله يقول السلام عليكم اخويا، حكومه فاسده، حكومه ساقطه كما يقول، اني اول مره اشوف حكومه تريد تقتل الشعب. يا اخي ناس همج، ناس سراق، باقوا خير العراق. رساله يقول السلام عليكم، تحيه لقناه الرافدين، اخي العزيز عمر، اختير المالكي وعصابته، والعامري وعصابته، والحكيم وايتامه كما يقول، ليس لبناء الدوله والعيش الكريم، وانما لتخريب هذا البلد وسرقه عقول الناس بالمظلوميه، وهذا اسهل شيء لهؤلاء للاستيلاء والبقاء في السلطه، والان سوف يمررون هذه الفوضى الى الخزعلي وعصابته للاستمرار بتخريب هذا البلد والسطو على شعبه من خلال خدعه المقاومه كما يقول. نعم. نرجع على موضوع حادثة السفارة الإسبانية. طبعا البارحة بالضبط وزارة الخارجية في حكومة حيدر العبادي تحدثت أو أصدرت توضيح بشأن حادث المواطن العراقي كما جاء مع موكب السفارة الإسبانية. المتحدث باسم الوزارة أحمد محجوب قال في بيان له بأن وزارة الخارجية تابعت الحادث الذي تعرض له المواطن عمر خالد أثناء مرور موكب السفارة الإسبانية بعد إبلاغها بالحادث من قبل ذوي المصاب يوم الخميس الموافق 2 آب الحالي. أضاف بأن الوزارة توصلت بشكل عاجل مع السفارة والجهات التحقيقية ذات العلاقة، مشيرا لأنها أبلغت الوزارة بدورها الجهات، هي الوزارة أبلغت الجهات الأمنية بضرورة تسجيل الدعوة وعدم تعارض ذلك مع الحصانة الدبلوماسية. محجوب أكد بأن الوزارة تواصل المتابعة مع السفارة الإسبانية والجهة التحقيقية لمعرفة ملابسات الحادث، مقدما التعازي لذوي المتوفي. هذا من وزارة الخارجية في العراق. معنا اتصال صباح من بغداد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. بداية يعني بالنسبة للوضع الراهن هسه حاليا بالساحة العراقية، يعني احنا كل العراقيين يشاهدون هسه غياب الأمن، غياب الأمن بالشارع العراقي، وشوف النزاعات العشائرية اللي جاي تصير. يعني دولة ماكو، يعني الدولة هسه حاليا ما لها أي دور، لا وزارة الدفاع ولا وزارة الداخلية. هذن الوزارتين اللي المفروض هن يوفرن الأمن للمواطن، هن هذن مخترقات من قبل الحرس الثوري، مخترقات من قبل الميليشيات، مخترقات من قبل ميليشيا الأحزاب، والمحاصصة اللي سووها بهاي الوزارات، الرجل الغير مناسب خلوه بالمكانات اللي هي يعني حساسة، من وزير الدفاع ونزولا لحد يعني أبسط مقاتل، اللي أغلبية المقاتلين رايحين على الراتب، بس أكو ناس ما رايحة على الراتب، رايحة تريد تسوي فوضى وتسوي مشاكل. فنشوف احنا الدولة ما لها سيطرة على الشارع العراقي نهائيا. نعم. نهائيا. شنو شغلها الدولة أخ صباح؟ شنو شغلهم؟ بالفساد، وكلهم تبعية إلى إيران طبعا. يعني كل الدولة هي مرتبطة ارتباط مباشر بولاية الفقيه، هذا معروف عند الناس كلها. فنشوف احنا الدولة حاليا ما لها اي دور، سواء بس فساد والمحاصصة والمناصب اللي راح تجي حاليا، منصب رئيس الوزراء والوزارات، ومتلقاهم متكالبين على هالشيء هذا. أما أمن المواطن ورفاهية المواطن والمظاهرات وحماية المتظاهرين، هاي ما يعنيهم هذا الأمر نهائيا، ما يفكرون بهالشيء. آخر ما يفكرون به هو
المصلحة العامة وتوفير الخدمات للناس. وهسه جت مشكلة جديدة على الأقداس هاي اللي جاي تنفجر بكربلة وأطراف أربيل وبغداد، المنتابعة هاي الميليشيات غير المفروض يشكلون مجالس تحقيقية حقيقية وكشف المن هاي كلها تابعة سرايا السلام وتابعة العصائب وتابعة غيرها، وتلقى بيناتهم نزاعات في سبيل تفجير احتمال يعني بال 80% مفتعل هاي التفجيرات هاي اللي جاي يصير بالأقداس هاي اللي خزنها مو صحيح، يعني يدل على أن هذا الخزن الميليشيات يحطونه ضمن الناس اللي ساكنة المناطق السكنية اللي هي آهلة بالسكان المدنيين وتفجيرها. تعرف احنا من ذيش مرة صار تفجير مدينة الصدر، يعني مربع كامل كله للأرض، والنتائج التحقيقية شنو؟ طلع الشاي السلام شنو اللي بعدين تبعيات أرواح الناس هاي وأملاك الناس اللي راحت، يعني 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 منو اهتم بيها؟ ما حد يهتم. اذا الدوله ماكو دوله، حكومه ماكو حكومه، سياده ماكو يعني سياده، كرامه للمواطن يعني ماكو كرامه. صباح. ولهذا الان العشيره مثل ما نشوف بالمقطع بغياب الدوله هي تروح تاخذ حقها بالسلاح. نعم نعم، احنا هذا غياب الامن هو يخلي العشائر، والعشائر هي تاخذ الحق مالتها بيديها. يعني شفنا اكثر من نزاع عشائري بالبصره وحاليا ببغداد وبجميله وغيرها، الناس شلون تهجم على على تحل مشاكلها بيديها. هذا يدل على غياب الدوله والامن، يعني ما عندنا يعني قانون ماكو بالشارع العراقي. يعني هسه اي مواطن يتعدى على اكبر منتسب سواء ضابط او منتسب يتعدى عليه بالشارع عادي، يعني لا الدوله تحمي المنتسب ولا الدوله قادره على حمايه المواطن نفسه، ولا حتى تقدر تحمي العشائر ولا تقدر تحمي هاي المظاهرات السلميه. دوله ماكو، احنا ما عندنا دوله، عندنا عصابات سراق مافيات جاي يسرقون بالمال العام فقط، وكلهم تبعية، اللي تابع لإيران واللي تابع لأمريكا واللي تابع الدول الجوار، يعني ما بيهم واحد قلبه على هالمواطن وعلى الشارع العراقي. ولا 15 سنة رجعونا 1000 سنة لورا، يعني لحد الآن هم الوزارات قاعدة بوزارات اللي بناها صدام حسين، واللي اللي 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 ما بنم وزارة براسها خير ولا بنم مشروع براسها خير ولا بنم مصانع براسها خير، مجرد أذية للمواطن وها هي. نعم. أنا أشكرك صباح من بغداد، معنا اتصال كريم من النجف، تفضل كريم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أنا أقول وصفة هذا اللي يصير بعاصمة الرشيد. نعم. سفارات العالم بغداد تتفرج وتعكس صورة بدولهم، حتى بالصومال ما صاير. هذا اللي يصير ببغداد، بغداد السلام، ويريدون استثمار، تجي شركات أجنبية وتبني العراق وسفارة، يعني والعبادي ساكت حقه حقه. ليش؟ لأن يعني ضابط فلاحي العامري، ضابط فلاحي الحكي فزعلي، البطاط الياسري في حان الموسور، عشرات من الكبار بالدولة يملكون عصابة، وطلبون وزير المالية، طلبون وزير الداخلية بين ويطبلوه له بأنه هذا ضابط الأمن وبغداد تعيش بأمان، ويريدون يبقى بالداخلية لمصلحة العصابة مالته. شو تسوي هذا؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. أخ كريم، شفت أنت المقطع، هذا المقطع هسه اللي موجود على الشاشة؟ أخ كريم انقطع اتصال مع أخ كريم. نقرأ رسالة واتساب، يقول أخويا والله ما ينفع لعد إحنا العراق هيك يصير بحالنا. يقول أني دا أحكي وياك من أمريكا، يعني أني عايف البلد صار لي 12 سنة، وثانيا هذاك اليوم عبالي دا أشترك بالحلقة بخصوص المولدات من الكويت. والله فشل إحنا الشعب العراقي ناخذ مولدات من الكويت، والله يا اخي العراق بعد ما يفيد، واقترح ننسى البلد نهائيا. لا يا اخي مو لهالدرجه، يعني يعني هي المأساة تمر صح وان طالت، بس يعني مو معناته انه الواحد ييأس نهائيا. يعني هناك بلدان تعرضت الى حروب يعني عشرات السنين، عشرات السنين، ان شاء الله تفرج. يعني صح هو الوضع حاليا والتصرفات اللي موجودة من قبل الحكومة ومن قبل الميليشيات يعني ما تبعث الأمل، بس دولة مو مصدر أمل، بالعكس دولة
يجعلون من المواطنين الشرفاء الوطنيين انه يتخلصون منهم، يتخلصون من هؤلاء ويعودون لبناء العراق. ابو حسام النعيمي من بغداد يقول: تحيه لحضرتك استاذ عمر ولكل كادر قناه الرافدين. يقول: فوضى عارمه يعيشها العراق في ظل الحكومه المجرمه، المجرم يجب ان يحاكم وفق القانون، وفي العراق لا يوجد قانون ولا يوجد قضاء نزيه، ولهذا نرى انتشار السلاح في كل بيت من بيوت العراقيين، ولأن الحكومة هشة كما يقول ولا تستطيع حماية المواطن أصبح القوي يأكل الضعيف. رسالة أخرى يقول: صح التصرف غير منطقي، لكن نحن في دويلات في وسط العراق، كل حزب من أحزاب الفاسدين يعتبر نفسه دولة، لكن أقول لكم بصراحة نحن سنجعل هذه الأحزاب الفاسدة تتمنى زجاجة الماء في السجون، والوعد قادم، ودعوة لكل متظاهر شريف لتحريك الأصابع والحر تكفيه الإشارة كما يقول. الحادثة كما تحدثنا قبل اتصال أخ صباح من بغداد وكريم، حادثة السفارة الإسبانية، احنا خلينا نشوف ايش راح يصير. طبعا مع الأسف انه الشاب الموظف يعني توفى اثر، يعني كما جاء يقول افاد مصدر امني في بغداد يوم امس بان حادث موكب السفارة الإسبانية في بغداد ادى الى وفاة موظف في المنطقة الخضراء بعد اصابته بكسور بالغة. توفى الولد، وطبعا تم يعني تداول صوره قبل وفاته، الله يرحمه ويعوض الجنة، في المستشفى موظف في المنطقة الخضراء. هم نرجع ونقول إذا المنطقة الخضراء المحصنة تحدث فيها هذه الحوادث، ويمكن لو إحدى القنوات تروح على الشخص بعد اتصال عائلته وتروح تعمل عليه تقرير، يمكن السالفة تعدي وما حد يدري، السالفة تعدي وما حد يدري، لأن البارحة يا الله وزارة الخارجية أصدرت هذا البيان البارحة فقط، والحادث صاير يوم الخميس أو الأربعاء على ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض الوسائل الإعلامية. أم عبد الله من بغداد، تفضل يا أم عبد الله. أم عبد الله تسمعيني؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا بك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أسمع شو عبد الله تفضلي. إلى قناتكم الشريفة وإلى العراقيين الشرفاء. أهلا وسهلا بك. أستاذ، الانفلات الأمني اللي موجود هسه في العراق والحادثتين اللي صارت حسب ما ذكرتها حضرتك. نعم. يعني إحنا عندنا مجلس عشائر العراق. هذول مجلس عشائر العراق اللي يجمع كل العشائر العراقية، زين وين راحت هذه؟ غير المفروض هي إذا الحكومة ما حلت المشكلة تحلها مجلس العشائر، ليش يروحون شباب يأخذون أسلحتهم ويقومون بعملية التصادم مع الدار وهو الدار يمكن فارغ وأثر على المنطقة؟ وبعدين أنت تقول حضرتك أنه الشرطي أو الجندي ما يقدر يتدخل لأنه يموت، لأن أعرف أن الشرطي والجندي من دخل في سلك الشرطة. نعم. والجيش هو يجعل نفسه فداء للوطن وللشعب. نعم. فما أعتقد أنه راح ينقتل في هذه اللحظة، أو إذا حتى إذا انقتل فإنه هو قادم للشعب، لازم يحل مشكلة الشعب. فإحنا ما عندنا أي صبر لكل مشكلة تصير. نعم. في العراق عندنا انفلات. هناك من تحدث يعني في تعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي بأن هؤلاء المسلحين يعني ذو المغدور أو العائلة المغدورة الله يرحمهم، يعني حصلوا الموافقات من الجهات الأمنية، يعني مطيهم الضوء الأخضر راح يضرب هذا البيت حتى يبرد قلبه. شنو رأيك؟ يعني أستاذ، هو ما يصير أنه تجي قوة من الناس ومن العشيرة تكون بعملية ضرب ضرب، قد يكون مو هو وقد يكون أكو مسنود من جهات أخرى. فأنا ليش أجي ألزم الصغير وأترك الكبير؟ يعني هاي إحنا ما حلينا مشكلة. نعم. بعدين أستاذ، إحنا نعيش في حالة يعني فوضى، فإحنا يعني كعراقيين
والله العظيم انه احنا المسؤولين ما بيهم نفع ابدا ابدا، ما بيهم نفع، لا راح يحصلون لا حيرجعون عراقنا ولا راح يرجعون حضارتنا ولا راح يرجعون ثرواتنا اللي اشتبت. فاحنا نطالب كعراقيين ككل انه ننضم الى دوره اخرى مجاوره، حتى اول شيء نشعر بالامان، قوات عسكريه اذا دوله مسلمه تنزل ويستتب الامن، لان احنا بعد ما بينا فايده، لا شرطه ولا جيش ولا حكومه، فالشعب دي ضحيه. نعم. وعلى اي اساس هذا؟ نعم عبد الله انه نطالب بتدخل دوله اخرى. يعني اقصد هو الوضع مأساوي، ولكن انه احنا هم نطالب بالغريب يتدخل، هذا مو حل. ماكو قريب، القريب كله ضد العراقيين. يا عراقي شفته انه اجى وقال انه انا احل مشكله العراقيين، انا اقوم بعمليه استرداد الامن في العراق، انا اخذ حق المظلوم، بس انطوني مهله انه الجيش يصير وياه، الشرطه تصير وياه. ماكو انفلات امني صاير كله من الشمال الى الجنوب. لا تتصور اكو كثير من المواطنين، وانا اعرفهم، ترى كل عراقي في العراق هو عنده مشكلة مع عراقي. نعم. لأنه استغلوا الانفلات الأمني وقاموا بعملية السرقة والشرطة أصلا نفس المشكلة. أشكرك أم عبد الله، يعني عذر على المقاطعة، الوقت يعني تقريبا انتهى، بس عندنا اتصال عز الدين من البصرة، تفضل عز الدين. حبيبي السلام عليكم أستاذ عمر. وعليكم السلام ورحمة الله. الله يحفظك حبيبي، الله يحفظك. أهلا بيك. بالنسبة إذا تحكي لي عن دولة ماكو دولة، الدولة تلقاها جوا بالسجن فقط، يعني فقط بالسجون الدولة تحس، لأن هذا إنسان جوا بين قفص تحس بدولة بظلم، أما بالخارج كل دولة ماكو، يعني لا يتصورون الناس بأنها النهاية الهمرات والجيش والشرطة وما أعرف شنو أم قف المظاهرين، لا. يخطئ كل إنسان يفكر بهاي الطريقة، مهما نعم مهما خطوات اتجاه بالمظاهرات، قسما بالله هذه ما تحرك ساكن، مطمئنين من هاي الناحية مطمئنين. نعم. أما الفيديو اللي ناشرينه ما أعرف شنو على أساس بيت وما أعرف. نعم. إيه شيء، هاي العشائر العراق موجودة بالعشائر، فإحنا لن نروح نركز بس على هاي النقطة. الجيش هو قاتل، القاتل يعني شنو؟ انا ثاني دوله، هي وين اكو دوله؟ نعم. اكو دوله. هذا اللي يتكلم به اخ عز الدين، يعني كل الناس بالتعليقات المتصلين يقول لك لو اكو دوله ما يصير هذا التصرف، تاخذ حق المظلوم. يعني لو بالضبط لو اكو دوله، يعني لو اكو دوله، بس انا مو هذا الوضع الموجود، الفساد الموجود بالعراق، والدول هي مو دوله، هي دول في داخل العراق. نعم. احزاب، كل حزب جعل لنفسه دولة بالعراق، وخيصير التركيز اكو فت قضية احنا لا نخلصها بس اعلام واتصالات على كل انسان عراقي. عراقي ثق بمحمد الصلاة والسلام. نعم. كله ينتفض والعشائر تنتفض، فأقرأ على العراق السلام، هذه الفرصة الأخيرة. نعم. جاي أركز عليها وأقول لك الفرصة الأخيرة. تقصد التظاهرات؟ هذه المظاهرات. نعم. استمرت وعدد كبير كل زين من الشعب العراقي، لا والله فلا تقوم راية إلا بعد. أنا أشكرك عز الدين من البصرة، انتهى وقت البرنامج. أقرأ رسالة قصيرة يقول: تحية لك أخي، يعني الحكومة تسمح إلى عشيرة المقتول أن تأخذ السلاح وتهاجم السفارة الإسبانية وتأخذ الحق من عندهم؟ هذه رسالة. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، شكرا لكم أعزائي المشاهدين، نلقاكم يوم غد إن شاء الله، إلى اللقاء بإذن الله.